والسلام عليكم ورحمة الله، وارحب فيكم من جديد في حلقة سيتي سكاي لاين المدينة الخضراء. أنا ما بطول وايد في السلسلة، يعني أتوقع خلاص المفروض هاي تكون آخر حلقة ومية مية أمورنا. الصراحة أنا أصلا كان معظم الهدف أن نحن أنا أبى القطار، قطار بعيد والمدينة ما لبتستوي بالطول. كان الهدف ما في قطارات قريبة ثانية؟ لا مجبور هكذا بطلوا. شوفوا 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 ها عوار بطل يسوونه، كل هذا حق القطار على فكرة. أبا أخطر أنا، ما يخصني أبا أخطر. المفروض ما أطول وايد في الحلقة لأن هاي شو ترين ستيشن عادي نحطيه عند المترو، لان اصلا اللعبة هاي نحنا وصلنا فيها لوايد اماكن بعيدة، سوينا وايد شغلات في اماكن ثانية يعني، فاحس ما يحتاج فعليا نحن نسوي اكثر خلاص يعني. بس شفنا الابديت، شفنا معظم الاشكال، الا اذا انتو تبون نكمل السلسلة اكتبوا لي تحت في الكومنت تبون السلسلة هذه تكتمل، نبغاها تكتمل ان شاء الله كملها لكم. هذا قطار رقم واحد، يحتاج ماي. ناس استانست انزين، ما زالوا كهرباء لين نوصل الثاني. مدينا لك ماي، اسكت عندك ماي. هل عندك شو؟ طين؟ قطار يسوى علينا نمد قطار لهني؟ والله مش متأكد، بس أول شي بمد القطار. القطار حل بديل جميل لشو؟ ناخذ هذا من هني. يا الله على التكلفة، 27,000. هذا القطار المفروض رايح راد، هذا هي رايح راد، اموره طيبه يعني. دامه رايح راد اموره طيبه، شوف كيف يمشي اموره. هذا بيشيل الناس برا لداخل المدينه بدل الهاي واي، هذا بديل، شيء بديل لدخول الناس. نفس السفينه يوم اقول لكم انا تري السفينه ليش؟ مثلا تين الفيري هاي بترياها، وشو بتسوي لي؟ بتسوي لي مكان بديل للناس انهم يجون، وبتريحني وايد يعني. حتى هني المترو قريب، اذا حد بيمشي يعني يقدر يمشي. خلنا نسوي دكاكين صغار هني، نسوي دكاكين، محتاجين احنا عندنا احتياج. اللي بي من السفر تعبان شي بيسوي شي وهالسوالف. You can mark train station to accept or not to accept intercity trains. Intercity train will not stop the station but will continue through. لحظة، ما هيك شو يقول لي الحين؟ You can mark the train station to accept or not to accept intercity trains. اوكي حلو. Intercity trains will not stop at the station but it will continue through it and not accept if not accepted by default station. Disable if you prefer to use this station only for local trains. لا انا مو بحق اللوكال ترينز. اوكي الانترسيتي يعني نقدر نخلي سلسلة القطارات بس القطارات اللي داخل المدينة، ولا عندنا شبكة القطارات مالنا هي اللي توقف في المحطة هاي. طبعا لا، نحن نبغى كل القطارات توقف. تصور المفروض ما في قطار جاينا قريب شي، نبغى اختار زين. القطار اختار 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 يا قطار، وينك يا قطار؟ وين الترافيك روت؟
المفروض في اختار يعني. ما انتظر عقب. ما في باسنجرز. زين استريهم تراني. زين بنحط المحطة الثانية. المحطة الثانية في الصناعية اكيد في الصناعية. ما في غيرها في الصناعية عندي انا. ما مكان الكآبة هذا. مكان التلوث. زين سوي شارع صغير لين هني. حلو وسوي تقاطع لين هني. المشكلة اتصور بتستوي زحمة على فكرة المحطة هاي، لان كلها شاحنات بتكون كلها شاحنات. خلنا نجيب هذا هني لحظة. زين اتصور في زحمة، بيكون في زحمة، بس اتصور على حالة الارض هاي اصلا حتى لو it will not accept the train، لان الارض مش سيدة. احنا كذا اختار عنا الحين. شوف اختار هذا شو وضعه. نسمع انه شغال بس ما اشوف شغال. المفروض الشارع هذا ما يوقف رايح راد، بس احتياطا اسوي شيء ثاني كونكشن ثاني. لا ما بسويه، ما يحتاج. المفروض انه ما يحتاج، المفروض انه ما يحتاج. خلنا نشوف الحالة هاي. زين حطينا قطار كارغو، قطار كارغو هذا بيبلنا السامون. هذا ابو السامون كله. افضل انه يسوي جسور ويكون شكله سيدة الصراحة. اشوف نزرة هاي خايسة شوي بس ممكن نتقبلها يعني. اذا كان هذا مشروع كبير ومتدينا كان بيكون مشروع جميل على فكرة، ان في مدينة هني تستوي ولا صناعية وهذا وعندنا قطار في الوسط شيء جميل كان بيكون الصراحة، وايد جميل بيكون. يعني هني مفروض يجينا السامان من برا، يبدأ الخطار يحط لنا سامان ودنيا وحركات وايد امورين. ها في خطر كان في المدينة، تشوفوا كان في خطر. تعال مش قادر اسوي له فولو. شوفوا الخطر، شوفوا بس شال نفرين. What the hell. Think fresh water is basic. لحظة انا اعتقد ان هذا بيسوي لنا مشاكل، مع انه نقص في الماي نحن. انزين جراند سيتي، وصلنا لجراند سيتي. جراند سيتي يفتح لنا السولر باور. حلو. هو شوفوا اكثر شيء التلوث هو الصراحة الصناعية مش البور. في شغلات نظيفة حلوة في الشارع، بس انه في نهاية اليوم لابد بعض التلوث. انا هلا احسه. ما طلعت لنا سيارات صغيرة بكهرباء وهاي ترى، كلها سيارات عادية للحين. ما اعرف يمكن بعدين طلع لنا سبورت كار. شوفه هذا الخطار بيجيب لنا سامان وبيسوي زحمة بعد صدقوني. شوفوا كله شغل شاحنات. والله زين اني سويت الشارع اكبر. هذا يبي يصدر مش يبي يورد. شفتوا اوبن بادجت بانل، ما معلوم مشكلة. ما في اختيارات ثانية. ايه تشوف ليت من بعيد. شفتوا هذا باسنجر. جاي 85 نفر. شوفوا الليت اللي هناك، ليت شو هذا؟ ليت شارع العام.
دوب دوب حركات. خلنا نسير مع ربع، خلنا نسير نشوف. ايه نشوف الحين الناس هم يجون. هلا طالعهم 85 واحد، حلوين 240. كم اختار يروح من بلاي ستيشن واحد؟ ولا شيء. ايه نزيد قطارات ونسوي حركات دنيا. بس خلي ادعسها شوي. دعس دعس. اوب في قطار ثانية قاعدة. ايوه الحين وصلنا صوب. والله حلو المنظر اللي من بعيد، ما في كهرباء عندنا. خلينا نشوفهم ينزلون، خلينا نشوفهم ينزلون. والله يتفطر الباب ينزلون وحركات ودنيا بعدي. والله بعدي رايح حركات. اوه والله زين. بس بعد في ناس اظني تطلع من المدينة. لا شل ثلاثة، ثلاثة ليش زعلانين؟ شكلها هاجروا خلاص. شي يبونا ثلاثة يهاجرون. اندقم حضر. اذا يمكن اجازة طالعين، يمكن اجازة. ما يصير اظلمهم، اظلمهم نقول بلاهم شي. خلاص خلنا ندق اكس هذا ولا اسكيب. وهذا شو وضعه صديقنا الصدوق؟ ما حد جاينا. بس مكانه قريب، هذا اقرب من الثاني. هذا بعد شو قطار ناس ركاب جايب شي 50. للحين ما شفت ولا واحد كارجو على فكرة، ولا واحد. ممكن نجيب من الخط الثاني بعد ناس، بس تصور ما يحتاج. ممكن نسوي خط ثاني او سايسيتي ليميتس. حط قطار على اساس لو حد بيصير بالعكس ولا من العكس يروم. بما ان القطار اصلا سيد رايح سيد راد، يعني اظن اني بعد ما بيكون عندنا مشكلة الشاير نفس ماستر ترانزيت. بروح بيتفاهم وشو الوضع. شوفوا ليتها كيش. خلي الحركة هاي، شيل الموس ما في ليتها. عم روح ذاك الصوب، ما حد يبى الشارع. ما عليه حطينا في حال حد بيجي من الصوب الثاني. ممكن حد يبي من الصوب الثاني، ما يبي نفس المكان. بس بتشوف الكارغو مروح. ضبابة، ضباب خايس بعد. زين انا شفت مشكلة كهرباء عندي ولا شو؟ كنت شفت ناس تشتكون من كهرباء. ليش تشتكون من كهرباء؟ اها انا مش وصلنا لكهرباء المدينة الثانية اصلا. اسف يا منظر، بس اوفر هيد لابد منك حاليا. لا تقول لي ناسي هاي، هي ناسي هاي. ما بيكون قناة خليل اذا ما نسيت حد، صح؟ لازم انسى حد دايما. زين بنحط جاربج كولكتر مكانا ما هنا. تعرفون شو بسوي؟ الحركة السحرية. بنسوي أرض غصب. في ما يدش على المدينة، شو السالفة؟ خلينا نحط الشارع يمكن يتعدل. شارع قد يعدل الأمور. اوكي هذا يجمع والثاني يحرق. هاي اللي زعلوا الجماعة، شو اسوي لكم يعني؟ تشتكون في المدينة زباير ودنيا وهذا، اسوي لكم شي تزعلون؟ افا الشارع غرقان. لاني رفعت مستوى الماي. لازم نرفع شوي، نعدل ممشى الناس. هذا ممشى الممشى الممشى الممشى
الممشى اخترب الممشى مالي ما ينفع. ايوه الحين اوكي الحين زين ممشى طيب. بعد هالممشى نفس الحالة. خلنا نرفعها شوي. ناس تطالع البحر. الحين اوكي. استوى ممشى شوي خطر حسيته من صدق. في خطورة. المشاغل لكن الناس عاقلين الناس عاقلين الناس عاقلين ان شاء الله يكونوا عاقلين. خلاص بس اوكي بيجيكم حد. لا تصيحون علي بس لا تصيحون. عندي 6 سيارات ما عندي 5 سيارات. ليش نسبة الحرق شو اقل من لا اوكي نسبة الحرق ممتازة. هذا ما الاقطار اللي مضيق بي ان هذا شو سالفته. ليش ما في قطار يعني؟ ولا ما عندي حركة صناعية كافية ولا كيف؟ شوف بيه مع الوقت اكيد صعب مي شبه مستحيل مي اصلا شبه مستحيل مي جسر. هذا هالمكان اللي جبرنا ننزل فيه ها؟ والله مش سيدة ترى على فكرة ابدا مو بسيدة. ها شو بعد جايب ناس تجيب لي ناس زين هاتولي بضاعة. الناس هاي تحتاج صناعة تحتاج بضاعة تحتاج تجارة تحتاج. والله حلوة القطارات صراحة شي جميل يعني. هذا قاعد يجيب ناس والناس قاعد تزدهر يوم تستوي زحمة وكثافة والبيت يتطور ترى المدخول يزيد. الناس اللي في ليفل 3 تدفع اكثر من اللي في ليفل 2 واللي في ليفل 2 يدفعون اكثر من ليفل 1. فمصلحتنا ان نطور الناس. هاي بيوتهم حلوه. وشوفوا عماره استوت. ها شو شوبينج سنتر جيجا ستور ذا لوفر شركه محاماه. هاي شوبينج مول شوبينج مول شوبينج مول شوبينج مول. شو كتب ثانك يو اميزنج فيكيشن سي يو نكست يير. ابعرف هالسياح اللي يوم عندي قصين اعمارهم. ما احد شيء عندي للسياحة انا الصراحة صدق. يبالنا بس فيها نويز. هاي ولا هي فيها نويز. فريندلي نيبرهود بارك فاونتين اوف لايف اند ديث. هاي شكل شيء فنون يكون هني. المكان بيتوسع بيتوسع ف لا حتى لو انه بيتوسع خلي يوم بوسع بحط له شيء ثاني. الحين حط لهم هذا. اظنها كان محلات تجارية لا صناعية نفسه. لكنه جميل على فكرة صراحة جميل. مكان حلو الناس تتمشى فيه وايد حلو فنون. بس يبالي شير اكثر. شو شير عندنا لازم هني. احط شير اكثر. هو يكبر ويصغر حسب المساحة. اوكي نايس نايس. الحين فنان كله شيء حوله. الناس تحصل مكان تنفس فيه ولا شيء ولا مش كله نفس الشيء ولا. Oaks are keystone species in the wide range of habitats from Mediterranean semi-desert tropical. من وصول الشير شوي. ها العمارة طلعت في وسط الشير بس موقعها حلو عند الحديقة. بيرفع ايجار الحين تريو انتم ما عليكم منه.
بيستغل، واخر شيء بيتشكل من شيء. هاي الاوكي استوى عندهم منظر ودنيا مساحة قدامهم، عماير حلوة. لحظة، ديث كير مفروض يكون 100%، تعرف شو 100%؟ مفروض واصل كل مكان، بس بعدها اتوقع عندي مشاكل فيه. شو اخبارك انت؟ حد ياك؟ وصل 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 كارغو ترين. شوفوا خلينا نطلع وننزل سامون. شوف يا سي عبي سامون والله فنان انيميشن، بس شل حبتين وتوكل. ها زي مو الباقي ريوس رجع. يا سريع ريوس، لحظة لحظة، لا مو بتحمل المنظر هذا. مش ريوس على اساس انه قاعد يدفه، لكن ما ينفع ما ينفع، خايس. سوي له مخرج. مخرج من نص المدينة. شوفوا المخرج هاي يكون سلاح ذو حدين، يا انه بيضايقنا في المستقبل، يا انه بيكون منظره وايد جميل في نص المدينة. بصراحة الجسر مش غلط، اي دونت مايند، بيكون وايد حلو وبيكون وايد عملي، بيخدمني في وايد امور. واحد من الاثنين، يا انه يلعوزني يا انه اعيش حياتي مرة. انزين ما باي ارجع بالطريق هاي، ترى مزعج. هالقطار عادي اصلا من صوبين، كل صوب في راس فيسوق على حسب وين ساير، لكن هذا لا ما ينفع ابدا ما ينفع. على فكرة بسبب هالشبكة لو احطي وصلة هني الحينة اروم وصل القطار من هني لين هني في المدينة نفسها، يعني نتكلم عن قطارات. هالمدينة راح تكون مثل ما هي على الاغلب، قريب ما راح نتوسع فيها، لكن شو السالفة؟ كرايم ريتز هاي. عندكم شرطة؟ هاي عندكم شرطة؟ عندكم شرطة، المفروض ما يكون عندكم جرائم، بس في وايد مساجين عندي، وايد مساجين، وايد وايد معنى الحرفي. في قطار ثاني بي، لأن وقت الحلقة خلص. أيوة الحين بنشوف كيف يروح. شوفوا شوفوا شوفوا، نزل سامونة مش فل حتى، 47% بس. انت ترى الحين كلنا قمنا نعرف، ها لا تسوي تويت. والله حلو، شوف شكل المنطقة الشمسية هذا مال الكهرباء حلو من بعيد، بس يخف هني وتطلع هني. ايوه لا زينة زينة، من قريب زينة، من فوق مش حلوة. زين الحين يوم بيشلون عنك السمان كيف بترجع؟ هنا السؤال. قطارات شي جميل على فكرة، بعد رجع نفس الشي، انا متعب عمري ليش؟ هذا روح. اوكي في واحد ارجع بالعكس، رجع ريوس، في واحد جاي من هالصوب. استوى الحين تجاه واحد، كل واحد تجاه روما غيره كامل تجاه واحد الحين، سبت الموضوع ترى تم يغيظ بي بس يبي تجاه واحد شكلي. لا اوكي تعدلت القطارات شوي، تعدلت القطارات، بس سيويج تريتمنت فتح لنا هذا. والله خاطري في هذا ما يسوي بلوشن، بس مفروض ان عندي شيء ينظف البلوشن، اللي تشوفه مو بشغال على اي شيء، ما قاعد يسوي شيء، مو منه فايدة، ما احس منه فايدة. ها سويتش هذا يخففها 85% من الفعلي، بس 85% فستلي يعني. اوكي يعني اوكي يسوي درين وايد وهذا بس لسبب ما اظن المفروض انه ينتج.
اذا ما كنت غلطان، بس ما عليه مو مشكلة. هذا شو قاعد ينظف؟ اوبريتنج ريت شغال، لكن اظني مش حق هالشغلة هاي. الووتر ويست ممكن الزبالة ولا الكشرة ولا غيره، اذا سوينا مدينة صوب البحر. المهم كانت الحلقة هاي، سوينا اختصارات، اشوفكم في حلقة قادمة ان شاء الله على خير.